يا سيدي روبوني جيني من إيطاليا مجدد لكم فيديو جديد. الفيديو راح يكون عن جدول عملي في عيادة الأسنان. طبعا أمس أنا سويت عملية، لحد الحين ما حسيت بأي ألم، كده حاسة كأني ما عملت شيء. سوي عملية زراعة أسنان ولا انتفخ وجهي ولا شيء، حطولي بالتعليمات إنه ممكن ينتفخ وجهك، ممكن تتألمي، ممكن ما أدري إيش، ما صار شيء. المهم قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الإشعار عشان يوصلكم كل جديد، ويلا نبدأ المقطع. أول شيء نبدأ في جولة في عيادة الأسنان. حاليا ما فيش أي شخص لأنه بس جو الموظفين، بس في أشخاص تمام جو. يا سيا، هذه غرفة الكمسة، يعني الناس لما تيجي تعمل استشارة كده. هنا سويت العملية، صراحة كانت العملية ناجحة. سويت هذا المسمار لأنه أنا ما عندي ضرس، طاح من عندي يعني انكسر علي، فسويت عملية زراعة سنان. قرني في الموضوع إنه بس ما طول إلا 20 دقيقة، وقال لي خلاص خلصنا، ولا حسيت بألم في وقت العملية ولا بعد العملية. هنا قسم الإكس راي، هنا قسم الموظفين، أنا زي المترجمين، هنا الكراسي اللي دايماً يجي الناس يتعالجوا فيه. يا كل اللقطة هذا اسمه ماتشي، اللي هو المخدر عليه معقم وينظفوا الأسنان بعد ما يحطوا الحشوة زي كذا. هذه الشفرات اللي يستخدموها، هذه الأجهزة اللي دائما يستخدموها للأسنان. وهذه الدروج خاصة للناس لما يجوا بأغراضهم، يحطوا لهم أغراضهم، يعطوا لهم بطانية لضرب الإبر العضلي بالذات. اليوم جاي لي 5 أشخاص، واحد منهم راح يسوي اسماي هلود، والثاني راح يسوي تقويم أسنان، والثالث راح يزرع أسنان، والرابع راح يسوي تلبسة أسنان، والخامسة هي بنت، هي كل شهر تيجي تعدل التقويم حقتها. ياي، كل شهر لازم تيجي مرة واحدة. دائما تحبوا هذا النوع من السلسلة، فأنا حبيت إنه أجيب لكم زي روتين، لأنه راح أعمل أسبوع كامل بالروتين حياتي، وهذا واحد من روتين حياتي. مكاتب الاستشارة بعد ما يعملوا كشف وكذا، الدكتورة تحكي له وتحكي له كم يحتاج والمبلغ وكذا. في بعض الأشياء، القطع هنا حقت التقويم، ويعني زي نموذج لكل شيء راح يسويه. نياسيا هنا أول ما يجوا الناس لأول مرة نكتب أوراقهم معلوماتهم، نأخذ كذا نتكلم نسأله نقول له إيش سبب جيتك وكذا. ريسبشن اللي دائما يحدد المواعيد، وهنا يتم الدفع، وهنا كل شيء. هنا بعض الأشياء للناس اللي يجوا وقت الانتظار يحسوا بملل، حابين يشربوا شاهي مش عارف إجاز، هذا اسمه بيت بس مش عارف بالعربي إيش هو. وهنا كوفي ميكس، أنتوا تحبوا هذا النوع من الكوفي، أنا شفت كثير بيحبوا هذا النوع من الكوفي مو أنتوا. وهذا جهاز خاص للكوفي، لو الناس يحبوا هذا النوع من الكوفي أو يأخذوا من هذا الكوفي ويستخدموا الماء بعد، اسمه ديو، الشرب المفضل. لازم نكتب هذا، اكتب الرقم التسلسلي حقة المريض والاسم جاي مريض جديد، فأنا رايحة لعنده عشان اعرفه المكان. 15번은 뒤에 있네. تحتاج زراعة أسنان. نا كم سن زراعة؟ تقريبا ما اخذت 3 فراغات، يعني 3 أسنان. وهذا اللي انت متأذي منها، احتمال يا يشيلوها يا يشيلوا التسوس ويحطوا لك تلبيسة. وهذا كمان في السنان عندك. كده
أنا أترجم لثلاث أشخاص في نفس الوقت. هذا كمان أنا أترجم له، وكمان هذا أترجم له. حالياً قاعدين يسووا له سمايل هلود عن طريق الجراون. روحة ورجعة، روحة ورجعة.문 상태로 턱, 문 상태로 턱을 앞 아니요. 가만히. 문 상태에서 턱을 앞으로 보내 보세요. 턱을 앞으로 보내 보세요. 앞으로. 네, 그렇죠. 문 상태로 계속. 두세 번 반복해 보세요. خلصت كل حاجة. كان اليوم فايكين، جوني كثير ناس. ياي الحين راح أكل. أنا جوعانة قلت أكل كيمباب. ياي ماشي وصل صديقتي. فايكين وهنا خلصنا يومنا. ياي وأخيرا أنا حاسة إني تعبانة، ما شربت موية، ما أكلت كثير، حاسة بجوع. بس يلا انا بروح البيت واكل كل اللي ابغاه. حاليا اللي مسويت لي اكل بيت. دي دي اجيك يا انغويا اوتو دورين كانون بوني عملت لي مقلب، قالت لي نادني، بعدين حسيت انها تبغى مني شيء، بعدين قالت في واحد مريض بيطلع معاكم. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا حبيتوا المقطع، أحبكم مرة، وباي.